السلام علیکم ورحمت اللہ. پیارے دوستو، آج پھر ایک بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ وظیفہ اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ اگر آپ اس کو زندگی میں ایک مرتبہ سن لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس دعا کے سننے والے میرے بندے کے گھر کو مال و دولت سے بھر دو. پیارے دوستو، اس لیے کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو کتنی زیادہ فضیلت بخشی ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہو آپ کہ آپ کو یہ دعا مل گئی ہے، کیونکہ یہ دعا جس بندے کو مل جاتی ہے اور اگر انہوں نے اس دعا کو ایک مرتبہ سن لیا، سمجھ لو اس کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. بد نصیب ہی ہوگا وہ شخص جس کو یہ دعا مل جائے اور اس دعا کو وہ نہ سن پائے، کیونکہ اگر آپ کو یہ دعا مل گئی ہے اور اگر آپ نہیں سن پا رہے ہو تو شاید کہ آپ کے تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہے. انشاءاللہ العزیز، یہ دعا کو سنتے ہی آپ کے دل کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی. دعا سنتے چلے جاؤ گے، آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے. پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو، اور کرنا نہیں، آپ کو صرف سننا ہے. کر کے میں دوں گا آپ کو، پڑھ کر میں دوں گا، تلاوت کر کے میں سناؤں گا، صرف آپ کو سماعت کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز، آپ کی زندگی کے ہر مقصد پورے ہوں گے. آپ کو اتنی دولتیں ملیں گی دعا کی برکت سے کہ آپ کے اوپر جتنے بھی قرضہ ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، سارے قرض ختم ہو جائیں گے. تمام پریشانیاں اللہ کے فرشتے ختم کر دیں گے. تو چلیے میں آپ کو دعا سناتا ہوں بغیر دیری کیے. بس آپ سے گزارش ہے، چینل پر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کر لو، اور اگر آپ پرانے ہو تو لائک ضرور کرنا، کیونکہ آپ کے لائک سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر میرا نمبر ہے. انشاءاللہ فال دیکھ کر آپ کی ہر پریشانی کا روحانی طریقے سے حل نکالا جا سکتا ہے. تو چلیے دعا سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، وان كنت من قبله لمن الغافلين. اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وكنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب،
وَمَا بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ وَكَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس ودراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتكما طعام وترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء وسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات وسمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وخضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات وسمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءها الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أرسله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدتم ولا تضامن وجدكم لا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات وتجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم.